هاي
بالنسبة لي تصوير الآلهة الآن من أي قدرة بشرية إلى أن القوة بشرية القدرة البرناشة يبدأ مصاوير آلهة راسم أو أولى مثال همني كذبة. إذا همني كذبة أصلا لا آلهة. إذا الصنم بالنسبة لي لو يواخذ صورة طبق الأصل من آلهة لها جهاز استنساخ كوبي دارت صورتك بلطة نفسها بالضبط لا بالضبط كما إذا طبق الأصل يعني ضد الأصل طلط لها هم قيم الوثنيين من عبادة صنامة لا الخشويوة أنه صنم ذا صورته طبق الأصل إلى من آلهة مين هو بالنسبة لي صنم ذا الشبكية زرتها كاوة كم نفل بسولة ذا كاوة زرتها خازيوة بقاوح عالم إلهي بالنسبة لي الصنم دو ديوة لها وزورة رابا ذا قد خاء بعد الغرب الشبكية زرتها خازن ما يثبراي بالنسبة لي الصنم ويوغد قديش البكية دبقاها واحد خازي عف عالم إلهي جناش اللي بدا مصاوير وجناش اللي بدا أقول صنم وإيش البكية لا بس أني خازي علم عالم إلهي قاربحة لكن هم قوت عف عالم إلهي من دش البكية كلها قصة تقيمي واضح إلى هذه كبيرة مهمة لأن أخي مساني تكبرك أنا عبادة صنم عبدي وصنم بالنسبة لي أو الموضوع عبادة بس بثوالي أثبت تخمد إنه تمثال للآلهة لكن بقاوح خيري الأث عالم إلهي جنة شلال مصابر وأث تمثال كثي طاقة قوة الأث عالم إلهي خط الصال لي هذه خسر سبب خلنا التمثال إنه التمثال نوعا ما كمجمد له أث قوة مدمرة الآلهة. يعني لخا زي مثلا نورا عن خشيوة الآلهة. مطر خشيوة الآلهة. بوخ خشيوة الآلهة. إذا أنت خاطر مسيطري لف قوة مدمرة لف قوتها لك مدمرالي وذي ولا مجم دي ولا بوخ صنم. إيمان لو ذيك بنخلى تحجير بعربي يعني الطاقة هائلة مجم دخلة بقو كيبا إيه إيمان إنه دخلك ما تخصر معينة فك ما طقوس معينة إيمان الطاقة دو آلهة ما بالخخرة دلتك بخخرة وأوحيلا هذه كبيرة مهمة إذا التمثال بالنسبة لي وهو نوع ما مجمود ذات قوتها ضخمة آلهة قايل ليه بيقروي لها كبيرة قوتها هائلة بابا ماكو ذي لخاطر نوعا ما تلقروا اللحك ما جمدي لبقوا كيف أكيف إيمان قد مختار خطمة طقوس معينة يعني برق اختالح يا وختر مطالح دارخ نخلق برخة دارخ القامح إيمان إذا إن قد لن أن خطمة طقوس إيمان إيه قوتها إلى لما في الخخلة دغتك بخخلة دي أبو خنظرة تأثر صنم نية ما هذا أخني بودخ بدما إيمان دمرخ التمثال نوعا ما شاركوا الأثل الإله شاركوا على سكوث الإله مسيطر أخوة مسيطر يولي يعني إيمان دول التمثال دي مسيطر أخوة قوة دخلها دمرخ المعاوي ترويض الآلهة كاويث النقذار كحيوان وده سستك من إلى برية ترويض دي حبيلة يعني شرقية باشا موجب مذكبه برناشا دام الهي وبثيان سالة قارش لأنه بلا بينما كوية برية متوحش يعني وايلد ليه جناش مسيطر الله التمثال نوعا ما شاوقوا على الإله خوث الإلة كم روضين على شوقين مطيف طاوة خوث السيطرة الإلة هذه هو فكرة التمثال بقول عتقتها يعني نقول بدي حوارات أتيبكم عندك خشوخ بسان غيوث أنه أخني خشوخ أنه عبدي والاستمثال لكن إخوة لا يتدخل لسبب أبقوا سفر التثنية الاشتراع يعني تنيا الناموسة فصل شوس كيمر ملعون الرجل الذي يصنع تمثال يعني ليطل ما
أناشا وقولت أوز ديمثا يندر الرسولة صنع اليد يعني صنعت من عيدة وقداري لكم طاشر يضعه في الخفاء ملعون كبيرة دينا طويلة ليطة لو داوز ديمثا يندر الرسولة سبكتة يعني منحوتة من صنع اليد خانة حارتة ومن طاشر أخلوتو بقول قصدت ما بني عقو راحل ما كودا عندي القرية قصدت كنت كيف لاطا كنت مطشي خدمة مثال النشوة إذا يعني خوزة حكيتها اللي تنم ملالي عمد يعقو لأن يعقو لم أعطوا فوقه أهلها تحت السيطرية كيف حركة الخكمل إذا اللي طيل أبو الناشد هذا التمثال قاي لأن الأكبر أن المحاضرين يهوى يعني آله هديا نبقوا خصانا الأكبر أن المحاضرين دارنا نبقوا خصانا خطي مثال وصورته قاي دافم لن يبد حمقك من خلياني لك عبدي وأصنام قاي بس قاي جيبا لا إيثن وفا أسباب وفا سبابا من دي قمايا لأن الأكبر شوق خلالها ملموس يعني من قيح خدامي التمثال شوق خلالها حاضر خذ الإيدة قيح خدامي ودخل رابع زورة على هدية مطالة خدامي يعني بواسطة التمثال ألها كحاضر يبدأ لك عبديلك عبدي ألها إذا ألها ما جمدخل نوعا ما ودخل تحجير يعني ودخل كيفة جيب الخطر اكل من دي لاطاوان انه برماشة اي من داولة لها في مثال باو التصرف قوانا هذا تكبه يعني اهو مسيطر الالهة نخط نطال بقى ايك كنو بلا وذن خرابة بيو نخط ما تخصر ما كنو بلا بيو نخبر خانة طاوخة خاتم نصيب الغشافة بيو نظرة زي دارن بارن قويتا وبزالي تورن صومدي مثلا أو بودن خمدي خنا نوعا ما نوعا ما إذن الأكبر هو هذا صنم وتمثالنا لها خاتم لبعش عليها ملموس يمن طالخ قابح دخك الأخ بالنسبة لنا لها أو خدامة دي خاتمنا بكل عزوفة دي كل حروفة دي كل حرية دي الأكبر تشوقخ الخدامة ديا موجب إجبور أخي ضدك بخخي لما بضع كنت أو أصلا قبل ما حكو خخني من أنا خدامة ديوه أنا بتاون يكد هوت وقت ياهو لما بضع إذا خدامة كيف التمثال للصنم كي وذا لها خوفة سيطرة ديا كم لطالح أيو أنت أمان وإجبت تمثال أي ليل خوم ديو حدود ديو إذن كل إيوال الآلهة تمثال معنى عدم ثقة بقابح يعني ليه ثقة بقابح آلهة بالنسبة لنا حضيرة بتنافح قول ديح عهد ديح وليه حضيرة بقيسة يعني بديه آلهة دي عوالة فعلية وليه كموضوع كيف أنه رخدمتك بخير للسبب أكبر أبداً على هدية تأخذ إلى الله عشر أبداً آية سبب قمايا أنه قاي ليطة كله داول تمثال سبب لتري مش عموقة قايص كيانا على هدقيانة يعني على هدية مني كيانا ديح طبيعة ديح وعلى قديح وعلمة على هدية عندش أنت من أول تناثة وقتا وقديشة من بابا مولاها هل كل حذرت يعني عهد الجديد على هذه دائما متسامي يعني متعالي الإيل من كل من ديان خلني إذن ألها ألها وعلم علم إذن فرق جو هيمانو ثبية جو علم دي جو علم موجب هيمانو ثن لكن شو من دي ألها ألها شو من دي جيب داني توديات الأزمان كل طبيعة
كل ما ليش نقول كيان الكون كل لح على هاي ما لك صدي والنور صدي والبوفة صدي والكل مني لكن نقول هاي ما نفديا كل ما ليش نقول كون كل شور على هاي لا ديفن على هاي قوي أو يباروي خارق وهي فرق كبيرة 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 رابع إيمان إن شاء الله محك خير ما أحس خلق بريثا شاب حفلة كبيرة على هديا آزل حر حر من عند ديح ليه مربيط جو عنده بالمعنى إنه لا كيف أني على هيل بوخة على هيل هنا على هيل طبيعة على هيل لن تنخني عارف من دينها إيه ليه السبب؟ سبب دتري إنه لك بعد دو دختي مثال إنه أنا لك بعد بقول تمثال دو من اتصال من ذا قوة على هي لك بعد أنا بقول خصلم دو ذا واسطة طالي متصل بقول قوة على بالنتيجة ليه من ديان مقدسة قدشة أبدا شوقين بكيف اختلاي أبدا ليه قول هاي ما نوثرية خمن دي مقدس شاوك أنت كيف اختاري وديك تصال بقو عبادة ديانة ليه خنصال لأن عليها ديانة كشف لقيانح قو تاريخ قو هيستوري ديانة قو من ديانة لك ما قلت لي بقو تاريخ إذن بالنسبة لأنه هذه خمن دي بغمني موقع كبيرة كشف الإلهي يعني كشاف الآله من إله لك بارب جو تمثال بارب جو محكيتا جو تلافا التلافا كن فسرة ما بريد كيم الآله دي يشمي يهوى يعني آدم تاول الموه بمعنى آله دي يخ ليل خذ التصرف دي يخ تلخد قاوي حدغة كبت إيبوخ شمت جو كارزوثا جو بشار بس ليه بخد قاحد قاري ليه بخازدت لأن إيه صورتا وحيدة يعني يكنت ديح عم ديح إلي لك مقاويلة وأنا ناشد مخالق لي إلا صورتي بسبب إطلاقها لا يوالد التمثال يعني صورتا تعالى هديا لأن آلهة بقيانة هي بداود هذا صورتا مش كبيرة مش فوق من ما ديب جناش داود أو صانع يعني أنا هكي صانع هذا صورتا من قيانة من هنا إلى برناش برناش إلى صورتا دالة إذا ليه خم صورتا فرتا دالة نهائيا السبب أنه أخني جو أرتا ليه حكيم اللغة تختي مثال ولا صورتا لان انا هي بتصانع على صورتها هي بتراس على صورتها مش طبعا دي باي برناشة راس لها اللي دالها وفعلا انا هبروين صورتها دي البرناشة جو بريخة جو سفر التكوين كيمرة خلق البرناشة ما صورته وصلته اذا الصورته الوحيدة اللي قالها جو علما برناشة للسبب اكبر طال برناشة اكبر يبال هذا خالق كيمر خامن بابوات ريتا إريناوس شمحة دي العيشة بدار دتريل كيمر شو حد آلها برناشة بيخاي مجد الله هو الإنسان الحي للتاث مقولة إريناوس خامن بابوات ريتا شو حد آلها برناشة بيخاي كبيرة حديثة إذا برناشة هو كل ملك يولده محاول داود لعلمة ناشاية تأنيس لعلمة وهاي صوت دالة لأسبب على حكيم قلت لي أنت مهم لي حد لا أخطب وضوط صورتا تامي قايل إن أنا ونويل صورتا اللي بقياني دي وقت وقت أخطب نشمل أخو من كل بوخ من كل عقل يوخو من كل جنوخو اللي وعشلوخو تناياتي أخطب صورتا ديو ما دخل ليه صنم ولا صورة طالب. أني نعز
الشباب لا قابل قبل إيمانوثنيا رسول تعالى من طيلا لف مرحلة إيمان بقر خسوات أخذ صورت دقاص الله بقوة ثلاثة هم صورت بقوة محكية ثلاثة بكلام يعني صورت لا أقول لكم محكية ده خارج مواصل على مملا لها رابع القوية القبارة هاي صورت ورخلا صورت محكية لها باب لها حنينة لها رحمانة لها ديك ديمنة إشاعي لها ديك دي محيزر كان فصل نشتاسر ودي قد خام وبرخاشة بصحراء وزير ذا بلا تشو خيثة كن داري القبائل دي يحلح وما احتضلنا دي العمى دي يحلح صورتها أث تنيثة يعني لو ده صورتها طالي قصد هم صورت المحكيثة أكيد لا طيب لأن محكيثة متحركة ليلة جبت تخصام محركة صورتها دمحكيتها كم خلاص صورة كلامية كم حركة ليلة جبتها لسبب قبالة شوقات عليها كلش علوة يا الصورتة ولا مجبدة لسبب يبن برخ الديو ودي قد إشاعي أنه عليها يمين قبالة من عليها بابة قبالة من عليها قوية قبالة من عليها قبالة صورتها كم حركة ليلة جبتها وهذه ما تكون هذه النوية من قارق الأنبياء يعني نوية كبيرة 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 صورية في الإدارة حتى بقوة سفر الرشيد الأناشيد مثلا على هذا قد خاها كم غلا غبران على بوهوشة إذن الكلام الإنساني يعني تنياتة تنياتة دي محكيها دي الناشيطة ومن دي بش خاص بقاوة دي من كل من دي خلق لكن آخر إذا نقطة لازم نبرخها مهمة كل شيء إنه محكية ذليا ما قطوا يا رب فرطوطة كبيرشة محدودة التدخومة ليلة مطلقة يعني لا كل من يجيب المعبرة به المحكية ذليا الكلام الإنساني اللي دالها محاولات إلي محاولات منا تنبلغ أثواثة كبيرة دالها قائلين غصب غبافة خوجه أو غصرت من آلها ليلة كافي تدم بينخ منين آلها للأسبب لك بعد ما يجب دخل آلها بس بالغصرت آلها قباطي بس لك بعد لأن كل تنياتها هي المقبر الكبير بأثبات آلها آلها قباطي آلها يبني آلها جباخ إيش خير آلها مرحمانة وغيرها كل ما حكيها هدية محدودة لابد معبري كل الكل آلها لكن كمعبري الخكمة بأسواس الآلها هذا فجاجة بمرخ لك بعد مرخ بقو راز أود قائلين أخني كل الريال دارها يخ أود هم صورت هم بلو ريال دارها صورت يبن عبرخ بقى يبن عبرخ بقى أخني فخر يطال الناخ دارها وفخر يطال الناخ إذن صوريات هدية اللي دارها لازم دها متحركة لا جديدة إنه أخني قام تريك بشنة قام ألقى خمش ما شنة ميرا إنه ألها بتتريك يعني هذا هو دامر لن تتريك يعني لن شيء تريك يعني طعبيرة ويوم عبوها الخمين لازم تأوخ مستعدين بمشخلة صوريات هدية اللي دارها ما حكيها قصدي مثلا قلت كاوخ اخني من الوخ وقت ليه تنشر قاوح ما صرت كاوي الا لها بطلوا اني استراني اني لبعي اشاء خالي لهذه الشباب ما صرت اكتب لها خالها حساس بسيمة لتجو لتجو تصور اللي دعنا في قاوح لكن قلت كاوخ بعي اشاء خوضع ردي من العراق ولا مهجر ناشديا وكما قلت لها ميتاثا انباتديا بقطالة بشقالة من ناشديا ما صوت بها من الآلة لكن مش أخلط صوت دي إذن لازم ينبخ مكتشف دائما صوريات فخاف من الآلة عند كل ما أخذ من عراق
تقريبا ما اكتشفوا اللي دارها. ريا هكذا صورت على خنا شراب بعمرة دقن ريخة وخوارا. إن بس شو أخلع صورت دارا أكيد طيارات. وقد كبت هازن لها بالنسبة لهي معروفة لازم تشامل. وتشامل خاز على فايدين على هو دائما قائم رو عمود النورة نقول سحاب يعني تمام لا أخني لك خاز خل إلا أنا هم الله عرف لو خلاص أكيد وتقولي كبيرة كبيرة حلوة يلا خير من الضريعة روحية إن شاء الله ما تكلمه بس عرف له ما تصمصي بومن دي لقوا سفر الدمقانة سفر الخروج اطلقوا طرافي خلاص حلوية كبيرة من اثبوش وعلاها زما حرية تخملت مير موش طماريا والمحكوية موش طماريا مير اختاري يسوق موسق لن نفع ما هل هي عرى ولكن ما مردتي ما نمشلتني والما عرى موش تعلاها ما نمشلتني مير اختاري ميد انلخ بشمه وبرادا انلخ ده عنيت رضي علي والمحكمة لها مغزي الخدي يخ تدير النخ ومحتفظ بغريبة دي يخ ولك خازد إنه أث أنثى آي لعم دي يخ آي موش معنى تالا كيمر طالح مريا أنا بلخش النخ هذي النخ يعني زالي قاق كم جاوب لموشة إن لا رخش تلمي لما سقطت من داخل ديخ خائي بديالي إنه آي توترضي علي واللي تعمدي وخلنا رخشة المال أتخاطر بيش أخذني بريش كعمدي من كل عمدي ثم اللي دارا نجاوب مريا تموش نظام حيوار هذه بك ممرنوخ بدو أذنه لأن أنا رضي اللوخ وكم إذنوخ بشموخ نجاوب موش ما غزيلي شو حليمك موش مش كم جاصر كيمر مريا قاموخ بد مخزن كل هاي بديني وبد منادن بشموخ أنا مريا اللي انت كل ناشو وبد انتحنن يعني بد مرحمن اللي دود مرحمن بس آفي لك خازدة ليبو خازدة لأن ود خازيري لك عايش ومير مريا جاوب أصدق تبوش والآخر دبني كوش آخر دبني دار نخبقو كيبا حرفيا لين كيبا وتخزي طورة كمي تنخك ما نقباب زرقا لحال أخوي ذي ماي أنا المقصاد إيمر دار نخبقو أنا با وإيمن تفايد شو حديقي بدي سيدن أنا با بقو إيدي هلتا تفايدن يمن شغلنا إذي خازد خاصي بس آتي لك خازد خلاص كبيرة كبيرة حبيبي أخلي ليه من خاز خالها بعدها خاز خلي من ضفا بمعنى كل تعابيرني كل محكيات كل ما لك محك خلاخني وخم عبور بحدود التعبير اللي دعا لها ووخ دائما ورخة تتخاز خلاها بس بخازخ له إيمان شمخ ذو حوار بين الثموشة ولا مش ما لا السبب ليه خصديق أخلي طاصنام ولا صرياتها بمعرفي لن مني لألها قال إن ألها بقيانح معروف بقيانح قول خكمة عدانة من تاريخ دي وبش كبيرة معروف لقيانح قول بلونح إيشو وهذه بضبط مني لكيميل يوحنا جو قرطة ليه قنيفة جو يوحنا جو قرطة ليه كيمر آود ويو من ده شنة أذك مشنخت أذك مخازخ لبعيننا أذود للتأمل قابح يعني متخبل قابح أذك مقحلة إداء فن بجو تنيفة خاير وأنا خاير قليلة وكم خازخ إذن أختنا في التبتة شو قال أن لما جندخ تخملياتا اللي دالها وبقوها لها لما جندخ لتخملياتا
معنوثة واللاهوت وكوانة اللاهوت وغيرين كل حكمة وجهاتي حكمة قثواتي لي من غمن دي ليه بنا الدار كخلو وليه بنا مرخلو بقوة غصيغة يعني هو الثلاثة ما ليه بكيوة من دا شنتد مشي حيكوثة ما خرق ثوان وبابواثة وقال وقيناثة ومنياثة كل آني كل آني خا محاولة من بين حكمة من قثواتي لها ليه بنا أخني معرفة اللي بغصيغة يعني بغخاليشانة يعني بقوة جملة يعني بغضة تنافة التنافة الكلمة شو قال دائما تشمخ بكل وقت ومن لك إيمير طالنا لهديا بقوة خاين بقوة خاين عدد لها بعض خلو من دي كبيرة بقريبة وبارة من خاصق محاضرة أكثرية بقريبة شرح له أخو الأكبر عبد الأصنام زين أخني أقرأ تماثيل قديش ومريم عذرا المارا وصويات الهيئي ما يظن ده التنافة كم بقلو توانا مرة إذا انطلقها من دي لازم تي معروفة وإذي بقول أث سؤال من دي قناية أخني لك عبد تماثيل وليه لأن تماثيل صام أولا أخني لك عبد تماثيل وأن تماثيل ليلة صار يعني خرمز رمز لي كيو الإشارة ذا حقوثة ذا حقيقة كبخلة وكبيرة كمكرمخلة أنا بجيبني لو محفظة لي كاري كنسولت مثلا خناشة كبني أنا لين بعبادة حصولت أصولتك ما تخلاني من ذا حقوثة خلتك ما هذا خصولتك لك شو كنا بلد إنه مش بلا ما شلنا دارنا بدكانة إنه يقرأ سلك عبد إذا أخني لك عبد تماثيل وصياثة وليلة صام بايد مشرح لهم يا قميصة جبل وثنيين أخني أنت تماثيل وصياثة رمز لي وذي إشارة لغلا حقوزة خلتها لا تقبل خاشة بشارة زي لغة رمزة مثلا حرف إيج ما كم تأخذ إنه دي أثر خبير مستشفى إذا أنت ما في إيه حرف إيج أي أول سبب سبب ندري أخني وضخ إكرام إيقار التمثال بصويات القديشة لكن ميك الأساس هو في إيقار التمثال وصوياتها الانطلاق يعني بلطة من جيبه هنا ليه بالقوة تمثال إن آية توت إنثال خشبت خصنم وعددت هاي خطأي التنافة ردي هنا تمام لكن آية ما كنت تخلد قوة تمثال ما كنت تخلد قوة صورتها إنه لكم يا قرطة إن يا رمزة طالخة إن يخمدي كبت آية ما تخيروا بغل حقوها خرتها أوكي بس نجيبه إنه قوة تمثال خصنم إلى عبد خلق أكيد هاي خطأ مني بطلاقة مش مهم مش عموقة أخي داش أنت بيعن إنه أخي ألها ما نقاصد جو التنافة لو ذا بصورته ماني جانح يعني لو ذا بصورته تعالى وأخي لكود فعل وتخزي خ تمثال ألها نادرة ليه نصور يعني ألها لا بقى بديا ولا بقى إتاف أخي التماثيل وصورها نيشة مريم عذرا غيرين آخر لازم نبرخ إنه إيمان دوخة مثال المارة بإيشا هاي خمدي طاوع هاي إنه أخ معترف إنه أبر ناشي ألاها ليه بمصور خلق مثال لك وإخي ألاها ثيلة جو العلمة هذي قد برناشا أبر ناشا ممكن مصورنا إن أهلي بإيشا ممكن شقن صورتا سيدي من الله ممكن شقن صورتا منه هاي اللي انكبلنا دارنا صوت دي حجابي نضيع بقوة تليفون دي صوية هذا اللي انكبلنا إذا على هذيل العلمة قديم تبرناش بقوة يشع مشيحة يعني إيه بنقيح غايح يوحنا قدي نقح لنقابح بينما بدا شمت من على هذي اللقح غايح يوحنا كيمر قدي قحلا لمسته أيدينا
تمارا يقهل معنى وغمارة يا له هاي مشلوخ برناش بينلوخ على هوفو جو برناش يوثني يشعر شيخ وهذه كبيرة مهمة على هدية بجو إيشو إيبن قيح غاوة إيبن خير غاوة إيبن دو دخلمز ديح إيبن شمخ لسبب إيبن تاويلا خاتي مثال الدمارا ما تخيلا بجو أثن يعني كل تماثيل دمارا مريم العذراء وتقديشة وذينا التنبيه لأث بعد الإنساني لأث جانب إنساني أساسي وغزيتا للعرانية ده السبب إن يقلخ لي من تماثيل هذه سبب عموك الكبير كل نقلة لخالق كل اختي مثالة نقلة لكل إنجيلي محالة أخذك عبدوتني خير عبدوك أخني بقول مثال وصوت أخبار أنه على هدية مش لبرناش يعني على هدية بقول يشعر مشيحة وانك تبيب يشعر مشيحة إيمان خازق إيمان خازق لبقومر وسطي مثلا إيمان خازق لمريمان إيمان خازق لبقومر بطرس هاي لين عشنا مر بطرس خديق دي يشعر مشيحة عشنا مريم عذر خديق دي يشعر مشيحة إيمان خازق لمرتوب يتدير إذن تمثال جيبا أو صورتا خاجاسي لك كما قال على هدية مش المرناشة بقريشو كل عندهم مهيمة بيشو وعيش غداك ديشو كم بيني على هو برناشو زي هذه من الأسباب أخلي لك تنتباثي عندي خرايا مين السبب ومين المعنى كيما بقريشو تنسى معقب خطيفة أو إثم بواثة بقريانة تنضر بطلاثة وعربة من سناي دين يعني يوت سانيلي معقب خطيفة بواثة بقريانة تنضر بعربة بدون ظن رحمة من جانب خلنا بدون ظن رحمة تقال باي إن عندك بالي لك حظي كذالدي لك نطري كذالدي إيه معنى حاجة هاي مدريح آخر على هدية لو نحكي لهم لو تدفت لها غيورة مغاير الكل من هني لصنم إذا كل أداة خطيفة خطيفة جوا عائلة بارسة لا بسلح بارسة العائلة دي ويمكن بضع مكرازات محكي لهم نخطيفة لا لفها عوالة شخص خطيفة بعد جماعي لسبب الجيل اللي تطلعها ودربة يعني مين مع الجيل اللي تطلعها وربة يعني خبابة التعيالة والأقويلة التعيالة أنا والأقويلة التعيالة أنا أربة جيل في مرقون أربة جيل مطلطا مع قبرنا هاي أربة يعني بالحقيقة بقوة حضارات أتيقة ومن ديالي كثير قديشة معنى البيت لها كل خبيث عوائل لك مع عوائل انت عوائل ما قصد اخذي لها قوي بابا ويما وقيادة لا هم اي ثلاث وقال قصدي وابقوا بيتها بابا قيادة اني قويرة قيادة اني قويرة اربع اجيال امني وان بيتها اذا اخملتها تقميتها وان حضارات تطلق قويكا وقديشا بيتها هذه بيبا حسب العادات البدو يعني أنا جاك عايش في الصحراء الفأر يعني إيمان خال قاتل خان من الأخ يقول الفأر إيمان الفأر هل أربع أجيال أي عادة بدوة أمثل إذا إيمان ذي فأر هل أربع يعني إيمان قاتل خان برونا من برونا أو من برون لبرونا أو برون لبرون لبرونا لسبب هاي لك فيوا أربع أجيال بمعنى أنه على يعني يذن لها لكم عقبة مش كبيرة من حد مسموح بلقاوع برناشة يعني برناشة والمسامحة تقيان إحنا معاقب ناشا خلنا هل أربع أجيال والمارة معقبنا أخو هل أربع أجيال بمعنى هم أنا لكم سمحة تقيان إذا معاقب مش كبيرة من يتاقى الدريا إذن دارخ قاي لها عيش البرناشة معاقبة لأربع أجيال
لأن خطيئة يخدم لنا بعد الساعة دعاء إلى كل بيتك وذا الحق أم صرخ أنه أخني خامن بيته بالخطيئة أخني كل الحمد لله أنا من الخطيئة أي عندي بالخطيئة الحمد لله خير أي نجدي خطيئة كبرت كلهم كذا نخطيئة جو مفهوم دي أنه خاصة جو عدتقتا وهم بحثت يعني خطيئة جماعية يمن بلون عنده الخطيئة هم أنا كن حمل المسؤولية الخطيئة بلوني إذا بيتها كل حكبايش حطايا بقو خطيئة تخاء من بيتها هاي اللي تخملت الكلام قديش هاي لأن بجانب كبيرة بحكي لنا أخي بشتة أنه علاقة شخصية من الله لا كبيرة نحن نحن لكن إيثن إما دف علاقة شخصية من الله إما دف مسؤولية جماعية يعني آيت وآلها وتبقو قول قو عهد إيثن مسؤولية جماعية إذن كل عما مسؤول لهم كماله لا بس أو كل إيتا مسؤول له إيمان خامن إيتا داو الخطيئة كل إيتا بيشا حطيها قاعي بس سبب قميتها وداو الخطيئة من قيمي وادن قم كل أمريوا إنه فلان قد الخطيئة عايش محرمة رشفة هاي ده أمري قالك محرمة وتناشي ليه الموضوع تخلي وأنواعك بتفضحيه خطيئة مولانا كل الحطاي لسبب جرك داو الخفعل تدمضر صبيو ثقال إذا بيشوف الشر كآول بقو حلقات المجتمع لسبب لازم انحروبه هم بقو مجتمع وهذا القصد إنه أنا مع ابننا وخل دار دعربة مشتى وشر كل بقو مجتمع يمن دول الخطيئة ليت بس عيب يا شراطة وتبيانا أث جماعة دي وخلاطه وخلاطه لسبب قالك الأولى معدلخ كل الخريوثة دي تبقى جماعة وهي القصد دار الطلافة بأربا ألاها كمعاقب أربا دار أربا أجيال لكن من خبر أخذنا ما هي بخلصتا عندك بيل عندك نطري بودان ديح كم باين رحمة ديح هل البدر وزما فرض كمعاقب البدر بس كيمر الذكبيلي وناطق قداني كم راح منا هل البدر يعني أو البخا بفرح البأجيار بفرح تاون أنا قوطوطة دي تاون أمي ليه نسبة لا أمدي كبيرة راح أوقف خام يعني مقصاد إلى رحمة آلهة مش قوي فعلا من غضب ديح عدولة يعني رحمة لها كل تجاوز مش رب فعلا من كل أمن دي بناخي انت صدف هل ما ضغر أخني ساود أنا بلك إخماني هل ما ضغر يعني أنا كراح من اللي ده لأن قام هل ما ضغر خامن ناش ساودين قام هل ما ضغر والبيضة طوطة ما راح من اللي ده إذا لابس أنا يفهم الخطيئة بل على معاقب أربا أربا أجيال لازم وزنخ ما كبدا من على هم وزنخ هذه لأثنى في البتة ذهب بقول محك اخدردت محك كل نقلة ديخي من فامخ لأثنى في الدعاء إلى محيط البيت اللي مني مهم كل شيء وحبها كشخص خلنا لكبر تشاوق لأودة طالي من أنا الدام خش أخص لكبر الحب دي طالع داود الأودة طالي إنه بايش خذ بإيدي سيطرة دي أنا كم قرنبخ ما تكبد بولد هاي لا نديق دراحة ندري لا تماثيل خوف أحنا ما تكبد بولد بقول على هدي قد كبن شريك دي حرة آزل التحروفة حر للبالي اللي يتقاويني هما إذن كل محاولة تشوقخ شريك ديني خوث بإيدي خوث السيطرة ديني يعني ليه ثقة بقاويحة وخليف لا عهد لا قول ولا حب وهذه مهمة كبيرة بقو من القوة وقتها كبيرة
سبب إذن غيرة لكن حامل على تاويذن خات ببلغة بناثي بناثي هذا خبر وارد لك بعد تاويذن خاخن لك بعد تاويذن خاخن كشخص ولا كشيء مني قائل يعني أنا كبنه فمني نادر جدا يوطاري ليه فوات كم فضل نقول كل ما نيت بقول خايلي كي بردوغك وكي منعم تبخت وبخت فالبقول فضل الله كل ما نريد بخايدي هذا من نوخ الباقة بس لقد بارك لرب كمان باخ على هو صدق بختة بختي وقولي لناشخ أو قديش كيم لهم برناشك من في الآلة برناش صوت الآلة برناش بيخاي أوي صوت الآلة إيمان بيقرن برناش بيخاي وان بيقول آلة لسبب قول وارا جيب الليل طلاق لأن أنا بتأشري كديني من بخيارة لآلهة ديني وأنا بآية قراوش على هديني صورة الطالي لآلهة ديني إن قبارة سيبنا مني خرايا خطيثة وعقاب هذه خمدي كبيرة مهمة لنا هدية اختيارها نكبر تبطي خارج بيتها خارج البيت لازم طالب حب وإيقاف مع الأسف الحضارة دي مش كبيرة دخلت لها مثلا تلفزيون كل من دي مباح بيعتو خان بحكي العلاقة دي حب بختي حو بختها مش عارف خايا يعني دموع دي يعني شو لا كوني عندي مبتذل مبتذل براي بيت قلقات حب وإيقارة قلقات من دخل لا مشاكل دي نقلها دي مقلقي براي بيتها أجيال دي أخلي خدت مخبوث جملة أجيال دي مقلط حب ملاعقة إلا البضاء مقلط حب بس لك مقلط خيقة ليخ لا مقلط خيقة إيمان لغلخ بشتا مثلاً بشتا وخما بورا حقو مجتمع قو بيثة ديهن كل ضغط عرضا بس إيمان دو دخطوطا ألاها تقومن هل البضع هذا خيبا تحامخ لك تنيثا أيضاً قو محيط بيثة وعائلة ممنون بها أجالتا أسئلة